حصرياً. وبانفراد تام سلسلة في شرح Playroom. على قناة فريق فرسان التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هقدم لكم المحاضرة الثانية في البلاي روم. إحنا في المحاضرة اللي فاتت أنشأنا الحساب، المحاضرة دي هندخل جوه البلاي روم ونتعرف على موجود فيها. Speech mode talk. Pain. Folder Q translate 20. Coincidences gamer room 21 of 27. ندخل عليها. Connection dialogue. User. أنا عامل بقى هتذكر كلمة المول فهضغط إنتر على طول. عبد الله. Welcome to the player. تمام. Ignore. موجود عندنا في قائمة بيظهر قدامنا طبعا قائمة ها. Create a new chat. وبيظهر قدامنا chat وبيظهر قدامنا. History. ما نشرح دول في المحاضرة دي إن شاء الله. القائمة دي هنشرحها باختصار، لأن بعدين هنشرح القائمة دي بتفصيل، لأن هي تعتبر موجود فيها كل الوظائف اللي ممكن تتعامل بالبلاي روم. هنشرحها على مدار المحاضرات. احنا دي الهيستوري، موجود فيها الهيستوري، موجود فيها القائمة دي، موجود فيها الليتشات. هو احنا بنبقى واقفين على القائمة دي. Add now sub. Create a new table. Create. موجود فيها create a new table. Join a table. Join a table. Restore a table. Restore a table. Options. Options. Human have functions and more. Functions and more. Leave the playroom. Leave the playroom. أول واحدة. Create a new table. Create a new table. Peterman have. البلايروم عمدا عبارة عن طاولات. طاولات يعني إيه؟ يعني أنا بلعب أنا واحد صاحبي في طاولة، وفلان بيلعب مع فلان في طاولة تانية. وعلى فكرة ممكن ننشئ أكتر من طاولة في لعبة واحدة، ممكن عادي. دي موجودة في البلاي روم، يعني الطاولة دي اللي هي جيم بالمعنى بتاعنا. كريت نيو تيبل كده وضغطت عليها انتر. بيترمان هاز ليفت ا تيبل اوف فاركو، تشوز ا جيم. الف بيقول لك تشوز ا جيم، اختار اللعبة. موجود هنا حوالي 26 لعبة. الف مايلز يو نو سكيبل. Poker, Texas Hold'em, Dominoes, Bowilla Base, 99, Cribbage, Rummy, Spades, Jazz, French Town, Sit That Takes, Scientific Monopoly, Connect Four, Reversi, Battleship, Farkle, Yahtzee, Shut the Blood of the Little Exam, Chess, Blackjack, Backgap, Melody, Free Table, Cancel, Create a New. دي كل الألعاب اللي موجودة. وفري تيبل طبعا في الآخر دي هنتعرف عليها، دي غرفة يعني طاولة دردشة ما فيهاش ألعاب. دي Create a New Table. طيب وجوين جوين التابل اهي، دي جوين التابل. نشوف اللي فيها جاست ريك 1000 مايلز 1/2. بيجيب لي فيها الالعاب، بس الالعاب ازاي؟ يقول لي مثلا اهي دي لعبه بتلعب اهي 1000 مايلز 1/2. 1000 مايلز 1.2. 1.2 يعني ايه؟ واحد لسه ما بداش اللعبه، 2 بيلعب، 2 ده الاجمالي. يعني انا لو دخلت فيها 1000 مايلز وذ اميرالد الجيك ده بيقول لي 1000 مايلز وز فلان. دي ده هو لسه يعني ما هو ما بيلعبش حاليا، هو مستني حد يجي له عشان يلعب. طب واللي بعديها 1000 مايلز ان بروجريس. اول ما نسمع كلمه ان بروجريس دي نعرف ان هو بيلعب حاليا. لو دخلت ممكن استاذنه ان انا العب او لا، مش اجباري عليه. كمان create a new table of 1000 مايلز. ده على فكره اللي انا بشرحه، ال1000 مايلز ده سري على كل الالعاب في الجوين التيبل. create a new table of 1000 miles. ده عامله زي create a new table بس باللعبه دي بس. لو ضغطت عليها انتر you have to. ده الصوت بتاع التحقق بالتيبل، هو كده انشاه. انا ممكن اجيبها برضو Welcome. من قائمه الالعاب اللي هي بتاعه create a new table. join a table 1000 مايلز يو نو 0/2 سكيبل زيرو بوكر تكساس دومينو 99 رامي مونوبولي فاكو ياتسي باك جاب فري كانسل. لو تلاحظوا حاجه، انا وانا بتصفح الالعاب اللي في جوين التيبل حاليا ما كانش في كل الالعاب، ده كان في حوالي 8 او 9 بس. طب ليه؟ لان هو بيجيب لي الالعاب اللي الناس بتلعب فيها حاليا. يعني مثلا انا دلوقتي هدخل جوين التيبل اهو 1000 مايلز 0/1 0/1
يعني هو في واحد بيلعب، الواحد ده لو نهى اللعب وغادر من التيبل اللي هو فيها انا مش هلاقي 1000 مايلز هنا اصلا. ممكن حضراتكم 1000 مايلز دي على فكره موجوده باستمرار، تعتبر اشهر لعبه في العاب البلاي روم دي، يعتبر ما بتفضاش، عمري ما شفتها في حياتي فاضيه بصراحه. موجود فيها 1 0/1 0/1 يعني ايه 0 يعني لسه ما لعبوش، يعني انا لو خشيت Ormancy has 1000 miles in progress. واحده بس in progress والثانيه create على طول create new 1000 in progress دي زي ما قلنا يعني هو بيلعب 0/1 هو قال لي 0 اللي هم يعني 0 دول اللي هم ما بيلعبوش ما بيلعبوش لسه ما بداوش لعب دول 0 1 اجمالي الموجودين اصلا في ال 1000 مايلز يعني لا ده مش الطرف الثاني اصلا كنت مفكره في الاول طرف ثاني لا ده اجمالي اللي موجودين في لعبه ال 1000 مايلز سواء اللي بيلعب او ما بيلعبش دي شويه اكتيف مايلز اهو يو نو سكيب اب بوكر تكساس هولد ام 1/1 1/1 طيب نشوفها بوكر تكساس هولد ام وذ كيتل جيمس بوند بيبي دوك اند 17 اذر بيبل واحد بيلعب وداعي كل الروبوتات معاه حوالي 21 واحد تاني واحدة create a new table. بس كرييت نيو تيبل هو قال لي 1/1 مع هو 1 التانية دي مع ان ما فيش حد مستمر في اللعبة ده هو لوحده ومش ان بروجرس عشان اقول لكم ان دي الاجمالي اجمالي اللي بيلعبه واحد اجمالي الطاولات اللي موجودة واحد اللي الرقم الاولاني ده بقول 1 يعني خلاص هو لسه ما بيلعبش حاليا poker join restore table restore a table add now اللي بعديها دي هنبقى نشرحها بعدين لان هي تتعلق بحاجه اسمها سيف التيبل ودي امكانيه في البلاي روم موجوده ان انا لو بلعب انا واحد صاحبي مثلا هو حصل له حاجه او انا حصل لي حاجه ايا كان بقى ان انت قطع اي حاجه ممكن ان انا اعمل حفظ للتيبل ده بكل العابه باللعبه اللي انا كنت بلعب فيها بالسكور يعني ايه اللي حصل في اللعبه حتى لو يعني هي حوالي نظام كروت الالعاب دي اغلبها نظام كروت الكروت حتى بتفضل معاك ما بتتغيرش اي حاجه لما تيجي تسترجعه تاني فاحنا هنأجلها مؤقتا options دي خيارات البلاي روم هنشرح فيها هنشرح بعضا منها النهارده نضغط انتر language اللغه دي لغه البلاي روم ما فيهاش عربي على فكره لو ضغطت عليها downloading russian.lng downloading of russian.lng finished downloading albanian مش عارف بيداونلود ايه تمام انا عندي هنا فرنسي مدير has joined فرنسي وعندي english وعندي italiano ايطالي اسبانيول اسباني exit portugues بصراحه اللغه دي تقريبا البرتغالي deutsch دي مش عارفه بصراحه انا على فكره واقف على لغه deutsch انا كده واقف على لغه بس هو ما انطقهاش يعني لو ضغطت عليها انتر معاك انتر حاجه في البلاي روم لان اللغه دي تعتبر غريبه على النطق انهي تاني سكيب دي بصراحه ما اعرفش اللغه دي موجود كانسل لانجويج موجود ايه تاني جنرال اوبشنز لو ضغطنا انتر جنرال اوبشنز اسك ا كونفيرميشن بيفور اكسيتنج يس اسك ا كونفيرميشن بيفور اكسيتنج ask a confirmation before exiting يسالني قبل ما غادر اي تيبل بس طبعا هو بيسال قبل ما غادر اي تيبل وانا بلعب مش يعني مش هلتحق بتيبل هو لسه اصلا ما بداش اللعبه وجا غادر منه لا هو ما بيسالش في الحته دي ما فيش خيار ولا بيساله دي لو تلاحظوا عليها صوت كده automatic ask a confirmation دي يعني يس موجود عليها يس دي بتبدل بالخيارات بقى مش بالاسهم بالانتر لو ضغطت انتر ask a confirmation before exiting no بتضغط انتر كمان ask a confirmation before exiting yes لاحظوا الصوت اللي قبليها الصوت ده يعني يس يعني معمول عليها يس قبل ما اشوفها اصلا اعرف ان هي معمول عليها يس بس هو بيتكتب برضه في الاخر automatically save histories no automatically save histories يسيف الهيستوري ده هنشرحه ان شاء الله الهيستوري ده اللي هو يعني زي ما تقول في الفايرفوكس التاريخ تاريخ التصفح انا اتصفحت كذا وكذا وكذا طبعا في البلاي روم ده تاريخ اللعب مش تاريخ التصفح مين اللي لعب ايه انا التحقت بمين مين اللي دخل بلاي روم من اصدقائي يعني الحاجات دي كلها save histories in see save histories in طب افرض انت قلت له يس هيسيف فين لو ضغطنا انتر
Browse for folder dialog history. The tree view عادي جدا. Okay, but cancel history saving directory tree review. Level 4 QCGC collapsed 13 of 20. Q translate skip talking. هو موديني تقريبا على الابديتر رومينج. Level 3 roaming أيوة. موديني على الابديتر رومينج. تمام؟ انا ممكن اختار المكان وليكن الدي. اختار المكان اللي انا عاوزه. Folder. Okay. ولا اي اوكي او ضغط انتر. Quit. Go back. دي Narissa has saved histories in. وبعدين لو users came up, go back. Go back. يعني ارجع. انا هرجع طبعا. General options. Audio and vocal synthesis. Audio and vocal synthesis. آلات النطق والصوت. لو ضغطنا عليها انتر. Zed audio and speech synthesis. Audio output automatic. Zed audio output. كارت الصوت بتاع البلاي روم ودي بصراحة ميزة قوية جدا. هتخرج البلاي روم من انهي كارت صوت؟ دي اوديو اوتبوت. لو ضغطت عليها انتر اوديو اوتبوت اوتوماتيك موجود عليها اوتوماتيك. اوتوماتيك دي متعلم عليها. لو ضغطت سهم سبيكرز في اتش دي اوديو وين 10 ده كارت الصوت بتاعي. جو باك وبعدين جو باك على طول عشان انا ما عنديش كروت صوت تاني. دي الاوديو اوتبوت. لو ضغطت على جو باك طبعا اوديو اوتبوت على اوديو اوتبوت تاني. ساوند فوليوم 100% ساوند فوليوم صوت اللعب كم في المية؟ Use left and right. لو ضغطت انت هيقول لي Use left and right arrow keys to adjust this parameter. بيقول لي ان انت او فيما معناه يعني ان انا ما ينفعش اضغط انتر. لا اتحرك بالسهم الشمال او اليمين. اليمين اليمين هيزود الشمال هينقص. امشي بالشمال 95% تمام 95 5 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
خمسة خمسة تر. لاحظين الصوت ده؟ أربعة خمسة 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 تر. ده بروفا، كل لما أنا أرجع ست بيختبر لي الصوت. خمسة 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 سام كده جاب أخر. Audio app. The sound volume. Music slash streams volume 25%. Music volume. في حاجة اسمها ستريم، ممكن اسمعك انا لو دخلت اي تيبل، ممكن اسمع اي واحد اي اغنية انا عاوزها، بس شرط ان هي تكون ام بي 3، وشرط تاني ان هي تكون بروابط مباشرة، وان شاء الله هنتعرض للحكاية دي بالتفصيل ان شاء الله. Set music slash streams volume. بيقول لي music slash stream volume قد ايه صوت الموسيقى والحاجات دي. موجود عندي مظبوط على 25%. لو عليت 3 5 4 5 5 5 5 8 5 9 5 100% طبعا انا بعلى بالسهم اليمين. لو رجعت 4 50 25 25 انا هسيبه على 25. 35 مثلا. انا هسيبه على 35. لو ضغطت كمان سهم disable audio streams طبعا لتحت. disable audio stream يعني ما اسمعش اوديو ستريم نهائي مهما حصل. دي طبعا اي حاجه مكتوب عليها يس او نو في الاخره بتتبدل بين يس ونو في انتر. خدوها قاعده كده موجوده في البلاي روم. disable sound effects no. disable sound effects تعطيل المؤثرات الصوتيه. ده مش عارف بصراحه دي بتاعت ايه، بس تقريبا دي بتاعت صوت اللعب. يعني اما تيجي تلعب حاجه او اما تيجي تلعب مع واحد يعطل صوت اللعب نهائي. screen reader automatic. screen reader قارئ الشاشه موجود اوتوماتيك، يعني يكتشفه لوحده. وعلى فكره عنده امكانيه ان هو يكتشف قراءات شاشه بطريقه screen reader automatic. انا ضغطت انت هنزل بالسهم. جوز ويندوز اي NVDA سيستم اكسس سوبر نوفا زوم تكست كوبرا سي بي 5 جو باك اوديو. انا بصراحه ما سمعتش عن بعض قراءات الشاشه اللي موجوده هنا بصراحه. سب سيستم ده انا مش عارف وظيفته بصراحه، بس هو لما اجي اضغط عليه انتر او اتحرك فيه ما بيتحركش. سينثيسيس لانجويج لغه الاله. دي مدعومه على فكره وبتجيب لغات، بس مش في العربي، مش في الالات العربيه، ممكن بالاي سبيك تجيب. مش عارف، هحاول اجرب معاكم حاليا الاي سبيك. كوانتد سب سينثيسيس لانجويج. لو ضغطنا انتر سينثيسيس تقريبا هي ما بتجيش. مش عارف. فويس برضو تقريبا ما بتجيش مع الالات العربيه. مش عارف هو بيبدل بينهم. انا ضغطت انتر مفيش. اتحرك بالاسهم اليمين والشمال مفيش، ما بتحركش. فويس فوليوم مستوى الصوت. دي برضو بيقول لي نوت سبورتد. مش عارف هي مدعومه مش مدعومه في الان دي تقريبا حاجه زي كده.
فويس فوليوم نوت سبورتد، يعني هو الفويس فوليوم ده مبدئيا اللي هو علو الصوت، بتحرك بالسهم اليمين عشان اعليه، بالسهم الشمال عشان اخفضه، وده طبعا علو الصوت بتاع الناطق مش بتاع حاجه تانية. فويس ريت نوت سبورتد. فويس ريت، لحظه ارجع اعمل كوينت فويس ريت نوت سبورتد. فويس ريت يعني سرعه القراءه بتاعه الناطق برضه مش مدعومه تقريبا في الان في دي مش عارف، بس برضه تتحركوا بالسهم الشمال واليمين. فويس بيتش نوت سبورتد. فويس بيتش حده الصوت نفس النظام بالشمال واليمين. انفليكشن نوت سبورتد، ده تقريبا التنغيم او بيعمل حركه معينه كده في الصوت، ده برضه بتحركوا في بالسهم اليمين والشمال، بس مش عارف هو تقريبا مش مدعوم بالكامل في ان في دي. جو باك. جو باك audio and vocal synthesis. The audio and vocal synthesis. Reading and appearance. Reading and appearance ده بصراحة أنا عارف فيها بعض الحاجات وبعضها لأ. إن شاء الله ممكن أفرد لها محاضرة كاملة أشرح فيها الكلام ده، لأنه هو بيقول لي أنت عاوز تشوف صوت إيه أكتر تخصصيا بقى في الأصوات والكلام ده، والنطق ينطق لك إيه وما ينطق لكش إيه، وإيه اللي يتحط في الهيستوري وإيه لأ الكلام ده. Security. Security الأمان. ندخل فيها ايام الحركات كده لوحده. Reading and security. Security ندخل فيها. Security. Remember passwords. Yes. دي بقى اللي ممكن نغيرها من جوه مش من بره. Remember passwords. يتذكر كلمة المرور. دي نفسها اللي بره عندك. تفرش. Remember passwords. Yes. ولاحظت الصوت اللي قبليها ده. يعني لو ضغطت انت. Remember passwords. No. معاش بقى من قبل الصوت. طب لو ضغطت remember طبعا عاوزها تبقى yes. Allow automatic links. No. Allow automatic links. السماح بروابط تلقائية. هي دي بصراحة من اسمها بتخوف، بس انا مش عارف امكانية الروابط التلقائية، دورت كتير ما لقيتش بصراحة. Allow automatic downloads. Yes. Allow automatic downloads دي تقريبا عشان يحمل بعض الحاجات في البلاي روم، او يحمل البلاي روم احيانا بتحمل لغات تجدد اللغات والكلام ده، بس تقريبا عمرهم ما يجيبوا العربي مش عارف. ممكن هو يحملها، وممكن برضو لو في العاب جديده، يعني انا ما حدثتش اصدار البلاي روم عندي من حوالي من زمان جدا، عندي نفس الاصدار من حوالي 6 شهور، وجيت اشوف على الموقع هو ما اتجددش ونفس الحجم ونفس كل حاجه. بس في نقطه، هم تقريبا عاملين نظام البلاي روم بحيث ان هو يتلقى منهم اوامر تلقائيه، تمام؟ ازاي؟ يعني انا كان عندي 24 لعبه، في لعبتين اتضافوا جديد، مش عارف، واحده اسمها بلولي بيتا وواحده اسمها باك جامن بيتا، بصراحه ما بعرفش العبهم، بس هما تقريبا لسه تجريبيين. وعلى فكره دي ظهرت عند كل الناس اللي عندهم كل اصدار البلاي روم الاخير ده، على فكره صادر من 2012 اصدار البلاي روم ده اللي معانا كلنا. جو باك. خلصنا السكيورتي. سكيورتي. برايفسي. برايفسي الخصوصية دي بقى مهمة، لو ضغطنا عليها who can send me private messages everybody except blocked people then come to Peterman تاني who can send me private messages who can send me private messages مين اللي يقدر يبعت لي رسائل خاصة موجود فيها everybody except blocked people، يعني كل الناس ما عدا الاشخاص اللي انا حاضرهم. وطبعا هنتعلم كل حاجه بالحظر بكله، يعني انا ممكن افوت بعض الحاجات في الوقت الحالي لان احنا لسه ما شرحناهاش، بس ان شاء الله هنشرحها. Who can send me private messages everybody except everybody دي بتتعامل بيها الانتر، يعني بتبدل بين خيارات الانتر. لو ضغطت انتر Who can send me private messages my friends only my friends only اصدقائي بس. طب لو ضغطت كمان انتر Who can send me private messages? Everybody except blocked people. رجعت تاني. طيب سامي تحت. Who can send me invitations? Everybody except blocked people. مين اللي يقدر يدعيني لتيبل؟ موجود أنا عاملها طبعا إن أي شخص. طب لو ضغطت إنتر. Who can send me invitations? My friends only. أصدقائي بس. لو ضغطت إنتر كمان هرجع لنفس Who can send me invitations? Everybody except blocked people. Everybody. Who can join my public tables? Everybody except. أنا نزلت بالسهم لتحت. مين اللي يقدر يلتحق بالتيبلز اللي أنت بتعملها؟ Who can join my public? نفس الخيارات. Accept block people اللي بتاعت everybody accept block people يعني كل الناس إلا الناس اللي أنا عامل لهم حظر، وبرضو نفس النظام my friends only.
Who can send me permanent private messages? Everybody except... البيرمننت مسج دي رسالة طويلة وبتكتب لها وصف وبتكتب لها سطور، يعني زي ما يكون واحد هيبعت لواحد تقريبا 5000 حرف او حاجات طويلة يعني. بس احنا ما بنستخدمهاش عامة، احنا بنستخدمش الخاصية دي لان احنا عندنا سكايب وعندنا حاجات متطورة اكتر بكتير. بليو who can send me permanent private messages. نفس الخيار accept block people وماي فريندز اون go back. رجعنا go back. Privacy restore default configuration. Restore default configuration. طب افرض انا لعبت في البلاي روم وبوظت الدنيا وما عدتش عارف اعمل ايه، اضغط على دي. Restore default configuration dialog. Do you really want to restore the default configuration? You will lose all your customizations and this operation is irreversible. بيقول لي ان انت لازم تكون حذر جدا لان انت اللي هتعمله ده هيفقدك كل اعداداتك اللي انت عملتها. موجود يس؟ no button yes. موجود ي... نو no button L plus M. طبعا هضغط له نو عشان يفقد اعداداتي. blank blank history chat history manuals privacy restore go back. لو ضغطنا نلاقي go back. create a new table join restore options the options اللي بعدين functions and more. functions and more وظائف والمزيد، دي ترجمتها بالعربي طبعا بس هي تخص حاجات تانية، اصدقاء ممكن البرايفت مسجز دي استقبلها منين وحاجات زي دي يعني. leave the playroom leave the playroom اغادر البلايروم leave the playroom leave the... وده اخر اختيار عندنا. لو ضغطنا tab chat edit alt plus c blank chat نبدأها chat للشات اللي ممكن نكتب فيه دردشة. لو كتبت أي حاجة، لو كتبت مثلا هاي you are not allowed to speak at this table. أنا كنت عاوز أوريكم النقطة دي، القوائم اللي احنا فيها في البلاي روم دي اسمها المين روم، الغرفة الرئيسية دي، القوائم دي ما ينفعش ان انا اتكلم او اكتب في الغرفة دي. شوف لو ضغطت مثلا ايه، لو كتبت انا كتبت كلمة هو، لو ضغطت انتر you are not allowed to speak at this table. You are not allowed to speak at this table. طبعا هو مش table بس هو بيقول عليه table. تمام؟ دي الغرفة الرئيسية ما ينفعش اتكلم فيها. طب انا هنشئ table. Mem functions create a new table. Choose a game. اختار لعبة. Elf miles. وليكن يونو. انت. Create a new you have joined the تمام. هقوم انا بقى اعمل ايه؟ هقوم اعمل tab عشان اجيب الدردشة. واكتب مثلا هاي. كده اهو. واضغط انت. Kamel 256 says hi. بيقول ان انا بقول هاي واعمل صوت خفيف. هو دلوقتي انا ممكن اتكلم براحتي اقول اي حاجه كده. Kamel 256 says that's it. مش عارف والله انا بكتب كده خلاص. هيز ان كورت موز وهكذا بقى، ممكن اتكلم زي ما انا عاوز اقول اللي انا عاوزه. تمام. ويلكم انفورميشن دي الشات. طيب والهيستوري؟ جوب ليف تشات هيستوري اديت مالتي لاين ريد اونلي اب. الهيستوري ده من اول ما انا دخلت البلاي روم، مين انشا تيبل ايه ومين عمل مش عارف ايه، مين انا اتحقت بتيبل مين وطلعت من تيبل مين. يعني انا لو كده اشوفه فانكشن سبا ريزالي هاز بيتلز كيم هيز ان كيم 256 سيز وير وي كرويك. اهو ده كلام انا قلته وانا مش عارف انا قلته اصلا. بيتلز فان ريزالي هاز 17 يناير انفورميشن. بعد كده بقى انا طلعت ويلكم تو ذا بلاي روم. انا طلعت من البلاي روم. ريزالي هاز ليفت. لا مش طلعت من البلاي روم، طلعت من التيبل فرحب بيها تاني الغرفه الرئيسيه. تمام. Miles. ده الموجود في الهيستوري، وعلى فكره هنتحكم فيه ان شاء الله من الريدنج اند ابييرنس، ايه اللي يتحط في الهيستوري وايه لا، ويعني هنتحكم فيه باستفاضه شديده جدا في الريدنج اند ابييرنس ان شاء الله باذن الله. بكده تكون انتهت محاضرتنا، وعلى وعد بلقاء اخر ان شاء الله في محاضرات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.